ده بقى انا في الجلاش نعمل منها جاتوهات سهله كده لعيد ميلاد ايه محمد حسن. ماشي سهله وسريعه. دي عباره عن بقى ايه لف الجلاش شويه سمنه كده هندهن بيها. هنعمل لها كاستر عشان تبقى الحشوه منها فيها. الكاستر دي عباره عن كوبايتين من اللبن، معلقتين من السكر، معلقتين من النشا، دي كده هنعمل بيها كاستر. تمام احط عليها ايه؟ دي الحشوه بتاعه الجاتوه بتاعنا. هنعمل كوبايتين لبن، بسم الله الرحمن الرحيم، كوبايتين حلوين قوي على الورقه، هتبقى يعني حشوه معقوله جدا. تمام واحط عليهم معلقتين كبار من السكر، يبقى التحليه برده كده مظبوط ان في شربات لسه هتتسقي، فالتحليه بتاعت الكاستر معلقتين حلوين جدا. وهناخد بقى هنا عايزه حاجه تانية علشان اقلب فيها الكاستر. طب خليها لما تغلي ما علينا. اسيح بس سمنه كمان، سيحي قد نص كوبايه سمنه، مش هتكمل يعني مش هنكملها كلها. انا ممكن ايه نزود الكاستر شويه ونبقى ممكن ما احطهاش كلها عادي، بحيث ندوب هنا. عندي بقى صينيه مربعه بالشكل ده، اي نوع صينيه طبعا. انا عندي بقى اي حاجه هتزيني بيها، انا هزين بكريم شانتيه تبقى جاتوهايه بقى وعيد ميلاد وحركات. حط لها كريز، حط لها فواكه مسكره، حط لها فورمايسل، اي زينه عندك اي حاجه. فهاخد كده ورقه الجلاش هوريكي سهله خالص. بسم الله بسم الله. هدهن بس الصينيه كده كويس كده خلاص يا ساحت. عايز تعمليها بزبده اعمليها بزبده. انا مجهزه الشربات بارد. الشربات ده عباره عن ايه؟ كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عصير ليمونه، حتى القشره معاها اهي، وسبتها تغلي على النار لغايه حوالي 15 ل 20 دقيقة، من 15 ل 20 دقيقة لما تلاقيها ايه سمكها بقى حلو، يعني مش طرية لا فيها سمك شوية. معانا رحمة، أهلا وسهلا. ألو ازيك يا رحمة؟ ازيك يا مدام؟ الحمد لله. ازيك أنت عاملة إيه؟ الحمد لله. أخبارك أنت؟ الحمد لله الحمد لله. قولي لي أخبارك. الحمد لله يا مدام. معلش عايز طلب بس من حضرتك. أه اتفضلي. عايزة أعرف صينية البشاميل اللي بتتعمل إزاي؟ طريقة الايه؟ البشاميل. بشاميل لسه عاملاه دلوقتي النهارده، عاملاه لكم بكنور، كان سهل جدا وسريع. انا انت اللي هنا. تمام؟ شوفي اعدت الحلقه تاني. باخد كده. انا حتى عامله ورقتين مش ورقه واحده عشان ما بقاش تقيل قوي. ولو لاحظتي ان هي مثلا بتجري معاكي يبقى مسحه سمنه بسيطه. كده عليها. تاني ده اعملي حاجه سريعه وسهله. معانا عبد الله، اهلا وسهلا. كلمنا تاني يا عبد الله. ماشي هنقسم نص الكميه. انا حتى اخدها ورقتين ورقتين زي ما قلت لك اهو. انا يفضل قد ايه؟ لا لسه شويه. انا خلي الطبقه اللي تحت اعلى من اللي فوق، لو انا ايه لاحظت ان لا لسه الكميه كده باخد اللي تحت اعلى من اللي هو عشان الكاستر اتحط عليها. والكاستر لازم يكون بارد. اهو كده تمام. هناخد هنا بس الكاستر نحطه هنا على ال حبة اللبن دول، ادوبهم فيها او في مية اي حاجة. نقلبها حلو كده. ممكن تعمليها بالمضرب هتلاقيها رجعت ايه فرفريها يعني كده اهي. واروح حطاها حاضر هنا كده وافردها واكمل عليها بقيه ورقه الجلاش. تمام. طب انا هفرد دي كده وهحط عليها بقيه ورقه الجلاش
ممكن كده كفايه، اخليها وحدات طويله، واخدين بالكم كده؟ حلوه كده، جاتوهيه كبيره حلوه محترمه. والحروف دي كلها برضو بقطعها كده، تمام؟ مش هرميها طبعا، كل ده هيتاكل، ده بيتخانقوا عليا هنا، قطعت شويه وبيتخانقوا بقى على الحروف دي هنا. واحد بيطلع عليا حواديتي بيقول لي احطك في الشوال. دي حويتك انت مش حويتها انا. بص حتى دي كده هملاها ايه؟ املاها شويه بالسمن برضو عشان تقرمش، دي تبقى حته مقرمشه بقى تحفه بقى. واملى دي كله واروح مدخلاها الفرن. بعد كده تطلع من الفرن هديها شربات وهي سخنه، والشربات ايه؟ بارد. نعمل لها بقى ايه؟ ممكن وردات كده، ممكن تعمليها كمان بالشوكولاته يعني، ممكن تحطي كريمه شوكولاته تحطيها عليها، ممكن تعملي كريمه لباني. كريمه لباني بتبقى حلوه قوي عليها على فكره، اللي هي ايه بتبقى في العلب دي. حاضر 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 حاضر. ممكن يا بسنت، يا بسنت ازيك؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ ممكن يعمل ايه تاني؟ ايه شكله والله بقى، ايه اللي يريحك؟